تقول لك أنا هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لجمعية تتكفل بشراء قارورات الأكسجين وتوفرها للمرضى في هذه الأزمة؟ نعم. ضف إلى ذلك أن حوالين الحول بقي له شهر، يعني تسبقها. تفضل شيخ. لك الفضل أختي البتول. أولا نعيش جميعا هذه الجائحة التي ورثت الكثير من الأزمات، منها أزمة الأكسجين. طبعا لابد أن نعتبر ولابد أن نحسن الإعداد، هذا واجبنا جميعا حكاما ومحكومين، أن نحسن الإعداد لمواجهة الأزمات ومواجهة الأوبئة لا سمح الله وقد طال عمر هذه الجائحة. وأزمة الأكسجين هي أزمة خانقة، أزمة كبيرة طالت الكثير من المرضى، نسأل الله العافية. أما أنت يا أختي الفاضلة أردت أن تقدمي زكاة مالك شهر قبل حوالين الحول، فهذا الأمر يجوز. الأصل إخراج الزكاة بعد تحقق الشرط الثاني، بعد شرط النصاب يأتي شرط حوالين الحول، ولكن يجوز تسبيق أو إخراج الزكاة مسبقا قبل حوالين الحول بشهر أو بأكثر، أكثر من شهر بقليل، بسبب هذه الجائحة، فهذا أمر جائز لرأي فقهي معتبر. شيخنا في هذه الحالة التسبيق هل يجوز أن يسبق المرء في فترة أكثر من شهر، مثلا شهرين، 6 شهور، في عام، في المسألة شاف مثلا مثل هذا الأزمة والأكسجين وما إلى ذلك، نعم، وشاف اللي عنده النصاب للسنة المقبلة، نعم، يخرجها شهر أو شهرين قبل ذلك لا حرج إن شاء الله تعالى، يعني بسنة، أنا لا سنة كاملة لا، يعني العلماء تحدثوا عن شهور قليلة، المهم تكون قريبة من الحول، لا تكون قريبة، يعني لا تكون بعيدة، تكون قريبة من الحول لتيسير تطبيق القواعد الشرعية في مسألة إنزال الحكم، في مسألة إنزال الحكم، وهذه المسألة وهذه القاعدة لها أدلتها الشرعية أشرنا إليها في لقاءاتنا السابقة. أما مسألة إعطاء هذا المال للجمعية لشراء قارورات الأكسجين فهذا أمر أيضا جائز ولا حرج في ذلك. وإذا جمعت بين الأمرين، يعني عندك مبلغ من المال تقدمين بعضه للفقراء والمساكين، تملكين أولئك الفقراء والمساكين ليتصرفوا في ذلك المال بما يستجيب لحاجياتهم، لأن حاجيات الناس لا تنحصر في الأكسجين أو في هذه القارورات، هناك حاجيات أخرى تتعلق بالمعيشة وبشراء الأدوية وبتوفير يعني وسائل الدراسة والتعليم وهكذا، وجزء من مبلغ الزكاة يصرف في هذا المجال لشراء قارورات الأكسجين، فهذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك يا أختي البتول.